دوار السعادة. يلا يلا مشينا. قرار صعب، الجمهور يترقب على أحر من الجمر، الشباب جالسين مشغلين كاميرات والثواني محسوبة، ونقول بسم الله. وأحلى باستا إيطالية في دوار السعادة. هل تشوفونه هذا لحم ذي بيحتين؟ ويا مرحبا والله في الجميع في مكشات السنيدي الرابع. يا هلا والله فيكم. عبد الحليم السنيدي بيض الله وجيهكم على هالمكشات. وزياد أكيد في قصيدة. عندي لكم شعر من القلب نابع، وابو حمد باسمها قدم قصيدي. يا ابو سند جينا من مكشات رابع، ضرب الحضر واستقبلونا السنيدي. اللي يحبها صار طابع، ويدري غلاها بالنفس والوريدي. سلام عليكم. بيض الله وجيهكم، الله يسعدكم. المقام اكبر من النحت في صم الصفا، والمكان تقول حاتم وديوانيته. عشت ابو محمد، عشت من العافية. محمد الدخيل داخل بالتحدي ولا 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 مساعد للجميع؟ ممتاز. اذن ابو الوليد وضاح وابو نورة. ابو نورة شكله يستعين بصديق، شكله يدق على ابو نورة يشاور. والله الرجال يستشير استشارات وسناد استشارات وسرية استشارات. الله يخليله. لا ترى شوف من بره بالوالدة زين، ترى كل شغله تمام. خلونا نشوف اللي ورا اللوحة. بيئتنا الصحراوية ثروة فلنحافظ عليها. لا 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 الوضع فيه في سرية تامة هنا. ما شاء الله. لا لا ليه فرع رجع ابو فهد؟ ما تبي الناس يا ابو فهد؟ هذه نقنقة يوايق ابو فهد على الكنافة. هذه أول مرة تسجل كنافة بملاس بحفر باطن. كنافة بالملاس. هذه أول صاجة. طبعا هذا أحد المنافسين جاي يشوف ال طبعا في صحون سفري راح يوزع على الجمهور بعد شوي. عبد الرحمن السنيدي ابو حمد، مكشات حفر باطن، ايش معنى اخترتوه الرابع حطيتوه بحفر باطن؟ يعتبر مدينه الربيع، وهالسنه ما شاء الله مهرجان الفقع على الربيع اللي صار فيها، على انها صارت تستقطب من مناطق اخرى ومن الكويت. ما شاء الله اللي تشوفه الجمهور اليوم كيف تقديم رسائل توعويه اللي هي تهتم بالبيئة والحفاظ على البيئة، والواحد انه لا طلع للبر يلم مخلفاته وعند رجوعه للمدينة يرميها بقرب حاوية. هذه من ضمن الرسائل، وكذلك تشجيع الشباب اللي هاوين الطبخ، وهذه يعني حاجات حلوة نشوفها من شبابنا اليوم. بيض الله وجيهكم ابو محمد على هالفعالية البرية الوطنية الجميلة صراحة. الله يعطيكم العافية. ما شاء الله على شبة النار. يا سلام، مكشات حفر باطن، وبدا يشب حرف الميم. حفر باطن 15/7440. عشت ما شاء الله ما شاء الله، استر عليه ما شاء الله. اسمه كاتب حفر باطن. هذه اول مره تصير بمكشات السنيدي ابو حمد. الله يعطيكم العافيه. ونورة هذا وشو؟ هذا دقوس. دقوس بالطماط، ما معه شيء الا ثوم فلفل اسود. في واحد غشش. ايوه يعني ما تستغل. وفلفل اسود دلومي فقط بس. جميل جميل. وهنا عاد طبعا هذا الشيف السعودي ابو الوليد. طبعا نتكلم عن موضوع العمل، ان الواحد ما في مشكله انه يفتح مطعم ويشتغل بيده. طبعا هو يشتغل في احد المطاعم الشهيره في القصيم. مكشات الجنوب يشتغل في مكشات الشمال. كلنا واحد. عشت صحيح في هالوطن. الله نجم عليه نعمة الأمن والأمان. مكشات مميز، تنظيم مميز، والجمهور صراحة هذا دليل على جمهور حفر باطن غير. غير أيضا هنا عندنا بعد. الحين أنت هنا ولا هناك؟ ما شاء الله على خطين. هنا بعد ما شاء الله الحلبة الثانية. كفو كفو. كم خلص صاجة؟ هاي الثانية والثالثة. خلص سنتين إن شاء الله. كم باقي؟ خلص سنتين وباقي سنتين. عجيب. وش هالقصة الجديد؟ هذه رقصة جنوبية مو قصة. عشان اليد تقل لك عالية شوي. هذا والله هذا والله من طيبك وجزالتك. اي والله اللي تشتغل لين تعبت. يا حبي اشهد بالله ان هذولي هم الفخر. هل هم يقفون ورا دوار سعادة؟ طبعا هنا شغل الصاجات والشغل السعودي. وهنا شغل ابو هايف ابو نوره، وهذا جمهوره ما شاء الله. بشر يا هلا يا مرحبا يا هلا والله فيكم الجميع. يا مرحبا يا هلا. هلا ابو نوره. وين ابو نوره؟ الله يستر عليه. تكفى انتبه انتبه يا ابو نوره. لا
ما شاء الله هذه الصاجة الثالثة من وضاح. سلام. طبعا هل تشوفونه هذا لحم ذبيحتين من العافية والله. سلام على تفاعل الجمهور يا زينه. ما شاء الله ما شاء الله أبو محمد الله يسعدك مثل ما سعدتهم. الله يطول عمرك. ما شاء الله عشت ما شاء الله. وهذه حلبة الشيف أبو الوليد ميز كشتتنا بالطبخة الإيطالية. كفو والله يا أبو الوليد. أوه وهنا الجبنة المطاطية. لا الليلة أعدام طريقة التقديم للجمهور يعبون الخبز لحم ويقدمون للجمهور يستاهلون بالعافية. تعطيني واحدة الله يسعدكم. وهنا حلبة أبو عمر وحفيتي من العافية. أبو عمر العشاء وش أبو عمر؟ مقلوبة بالقدر بالقدر الكبير بالقدر الكبير. هذه أكبر مقلوبة في التاريخ. طبعا الحين بلشانين هم ما يدرون كيف يقلبونها يتشاورون. المشكلة أن القدر كبير وحار بنفس الوقت. عبد الرحمن بلشتب قلبته بلشتب قلبته. واجهنا الحين المشكلة ندور له حلول حاليا. يلا يلا ففي عدة مشاورات جالسة الحين تدور بين أعضاء الفريق. جميل. وبنشوف عاد وش بيصير. طلعت بنتيجة المشورات إلى الآن. إلى الآن ما في حل. طبعا الآن عالجوا مشكلة إن القدر حار جابوا القفازات هذه مقاومة للحرارة. طبعا بلشنا قلبوه لفوه يمين يسار فكوا الغطاء رجعوه. في مؤتمر الآن. طبعا هي مقلوبة داخل اللحم. الآن هذا آخر قرار يبون يجزمون. إيه نبي نوخر حنا علشان بس ما يطش علينا. إيه شوفوا كل هذه مشاورات وخلافات على موضوع القلبة. شوفوا طبعا قرار صعب. الجمهور يترقب على أحر من الجمر. الشباب جالسين مشغلين الكاميرات والثواني محسوبة. ونقول بسم الله. أمسك الصحن أمسك الصحن الصحن. ما شاء الله أكبر مقلوبة في التاريخ. تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الحمات يا من العافية. بيض الله وجهك أبو عمر يعطيك العافية. حماس يا زين الرجال يتعاونوا وناسه. والله وناسه. هذا يغرف وهذا يطبخ وهذا. يا مرحبا والله بالجميع. يا هلا ما شاء الله. يلا ها شوف مشاركة كل النبض. يا مرحبا يا هلا. يلا 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 على المجلس على المجلس وراكم. والحمد لله على التمام والكمال. بشركم انتهينا والحين جلسة سمر عقب العشاء وعقب انتهاء المهرجان. يا رب لك الحمد. سواليف وانشاد وشعر مع هالشاهي الخادر. لا ترد اخوان بدو عن هوا. السلام. نشكر الجميع على الحضور الأكثر من رائع والتفاعل الجميل. كان هناك فقرات ولقطات جميلة مع الجمهور وأيضا في المكشات، لكن اخترنا لكم الأجمل والأفضل والأبرز. وبإذن الله نلتقيكم في مكاشيت وتقارير أخرى. أبنجم فعله ما يقرم مع كلمة عفا فرح به معظم الطيب والسلام.